طبعا يعني الاكاديميات دي مش مجرد التحصيل المادي وخلاص، لا، المجرد الولد بيبقى ولي الامر عنده انتماء وحب للنادي الاهلي، ودي بتبقى حاجه كويسه جدا في الولد الصغير لما تغرس فيه حب النادي الاهلي، بيبقى النهارده عنده تطلعات كبيره جدا، لان بيشوف نجوم في النادي الاهلي وبيشوف ايضا لعيبه كتير النادي الاهلي بتلعب في الدرجه الاولى، فهو بيبقى عنده عشق للنادي الاهلي، عايز يبقى عنده هدف وهو الوصول للفريق الاول في النادي الاهلي. واتمنى ان احنا نشوف عناصر كثيره من الاكاديميه ان شاء الله كده في الفريق الاول في النادي الاهلي وفي قطاع الشباب وقطاع الكل وقطاع الناشئين، ودول يبقوا دائما دعم للنادي الاهلي وفريق الاول للنادي الاهلي ان شاء الله.